طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. في الحلقة السابقة تحدثنا حول عملية البيع الشخصي الناجح، وقلنا عملية البيع الشخصي الذي هي المندوب يزور الطبيب شخصيا وجها لوجه. فلكي يتم هذا البيع الشخصي الناجح أو الزيارة الناجحة للطبيب، لابد أن تتوفر الأشياء التالية. يجب على المندوب أن يكون لديه المعرفة التامة بالمستحضر، والمعرفة التامة هذه بالمستحضر كما عرفنا أو كما قلنا في المحاضرة السابقة تشمل هذه المعلومات التي التركيبة الكيميائية، طريقة عمل المستحضر، حركية ديناميكية المستحضر، الاستخدامات، التأثيرات الجانبية، التداخلات، إلى المعرفة بالأصناف المنافسة. أيضا لابد أن يكون لدى المندوب المعرفة أو توقع الزبائن، يعني منهم زبائن الذي بيتعاملوا معهم في هذا الصنف. توقع الزبائن، نقصد الزبائن لديهم الأطباء، يعني يتوقع من هم الأطباء المستهدفين، أو البحث عن الأطباء الذي يمكن أن يكونوا بحاجة إلى هذا المستحضر. تمام. ورقم النقطة اللي بعدها تحدثنا كذلك حول التحضير المسبق لموضوع الزيارة، يعني يجب على المندوب أنه كما ذكرنا أن يكون لديه المعرفة التامة بالمستحضر، ويتوقع العملاء أو يتوقع الأطباء. أيضا رقم ثلاثة، التحضير المسبق لموضوع الزيارة، التحضير المسبق لموضوع الزيارة. وهنا تشمل هذا التحضير يعني واحد، معرفة طبيعة وتخصص الطبيب ونمطه الاجتماعي. يعني عشان أزور طبيب لابد أن أنا أكون أعرف طبيعته، طبعا أعرفه مش أنا من نفسي، يمكن أسأل عن طريق ناس ذهبوا إليه أو قد زاروا أو تعرفوا عليه أسأل عنه. فلابد معرفة طبيعة وتخصص الطبيب، وأيضا معرفة نمطه الاجتماعي، هل هو ودود، هل هو غير ودود، هل هو إلى آخره، هل هو تحليلي، هل هو قيادي، إلى آخره. أيضا اختيار الوقت المناسب، تحضير المواد الدعائية، يعني متى أزوره، هل أزوره صباحا، مساء، وقت الفراغ، وقت العمل، ما هي المواد الدعائية، نشرات علمية، عينات، دراسات، إلى آخره. أيضا رقم ثلاثة، وضع الأهداف، يعني لابد أن أضع الأهداف من الزيارة. يعني أنا لما أروح أزوره إيش أشتي منه بالزيارة؟ هل أزوره عشان يقتنع يكتب، ولا أزوره من أجل أن يعرف فقط، ولا أزوره من أجل أن يقنع لي شخص آخر، إلى آخره. أيضا وضع الاعتراضات، يعني قد ربما تضع في حسبانك ما هي بعض الاعتراضات التي قد تتوقعها من هذا الطبيب، وتجهز لها إجابة. أيضا زي ما قلنا قبل في الحلقة الماضية، قلنا كثير من الشركات أو تلقى كثير من الشركات إلى تدريب مندوبي الترويج الطبي على عمل زيارة تمثيلية. يعني يروحوا أثناء تدريب المندوبين يخلوا يعملوا يعني عمل تمثيلي أو زيارة تمثيلية، واحد مندوب يمثل طبيب، واحد مندوب يمثل مندوب، وبعدين يقوموا بالعمل الدور التمثيلي، دور طبيب مفترض ودور مندوب مفترض، وبعدين يقوم المدرب بتقييم عمل المندوب وما هي الأشياء التي يجب أن يقوم بها أو لا يقوم بها. أيضا كما ذكرنا سابقا قلنا أنه من الضروري أن يكون لدى شركة الأدوية سجلا بأسماء الأطباء والصيدليات والمستشفيات الذين ننوي استهدافهم، هذه لابد أن يكون لديها السجل، وهذا السجل قد يحتوي على واحد أو ألف أسماء الأطباء وتخصصاتهم والجامعات التي تخرجوا منها، وإيش أسماء الصيدليات والمستشفيات الذي هو الصيدليات التي بجانبهم أو المستشفيات اللي يعملوا بها. لابد أن يكون لديهم سجل يحتوي على عناوين الأطباء أين يتواجدوا، والصيدليات والمستشفيات، وأين توزيعهم الجغرافي، يعني في أي منطقة يتواجدوا. أيضا أرقام الهواتف والفاكسات وصناديق البريد. أيضا لابد أن يقوموا بتقسيم قائمة الأطباء والصيدليات والمستشفيات، يعني نقوم نقيم الأطباء إلى درجات، درجة A و B و C. A الذي لا يستقبلون أكثر من 20 حالة باليوم، B الذين يستقبلون ما بين 10 إلى 20 حالة، و C الأطباء الذين هم يستقبلون من 1 إلى 10 حالات. نقيم الأطباء بهذا الشكل، كذلك الصيدليات ممكن نقيمها كذلك، صيدلية A و B و C، الـ A الذي لديها العملاء كثيرين أو زبائن كثيرين يشتروا منها، الـ B الذي هي أقل، وهكذا. نفس الكلام المستشفيات. طيب، هنا نستفيد من هؤلاء الأطباء الذين هم بهذه الدرجات A B و C. نريد أن نعرف يعني نعمل هنا عملنا حاجتين، حاجة اسمها درجة تعاون الأطباء
درجة تعاون الأطباء مع الشركة A و B و C. A يعني طبيب متعاون جدا، B متوسط التعاون، C تعاونه ضعيف. وأهمية الأطباء وأهمية الطبيب هنا نقصد بها كم عدد الحالات الذي يستقبلها. مثلا الـ A يستقبل أكثر من 20 حالة، الـ B يستقبل ما بين 10 إلى 20، والـ C يستقبل أقل من 10 حالات. هنا في أحيان قد يكون لديك طبيب متعاون وهو مهم جدا، أو أهميته أنه يستقبل حالات كثيرة ومتعاون. في معنى هنا مثلا AB بمعنى أنه الطبيب مهم جدا بس درجة تعاونه إيه متوسطة، ويكون طبيب ما شاء الله عليه يعني مهم جدا يستقبل حالات كثيرة ولكن إيه غير متعاون، وهكذا البي والسي. فعملنا هذا الجدول. الذي نريد أن نعرفه من هذا الجدول أنه ممكن نحن نعمل خط بهذا الشكل، ممكن نحن نقوم بعمل خط بهذا الشكل الذي هو من هنا كذا، نمشي الخط هكذا، نمشي الخط يعني الخط يمشي هكذا بهذا الشكل بهذا الشكل بهذا الشكل بهذا الشكل بهذا الشكل، تمام. يعني هذوم الأطباء الذي هم سي بي وبي سي وسي سي، هؤلاء الأطباء طبعا يقعوا تحت خط افتراضي في هذا المكان. نحن نعمل هنا خط افتراضي، نعمل خط افتراضي، خط افتراضي يمتد هكذا. قال لك هؤلاء الأطباء الذين يقعون فوق الخط القطري، يعني الذي يقعوا هنا في هذا المكان الذي هما هذا وهذا يعني هكذا فما فوق، هؤلاء إيه؟ قال يعتبرهم الفئة التي يجب إعطائها الاهتمام الأكبر، لأن العائد لدى الشركة يكون إيه؟ كبير. بينما الأطباء الذي يقعوا تحت الخط الذي هو بي سي وسي بي وسي سي، هؤلاء إيه؟ يكون الاهتمام بهم قليل لأنهم إيه؟ غير متعاونين. طيب بعد ذلك يمكن أن كما تحدثنا عن السجل، بعد ذلك قال هنا جيم يمكن أن يتضمن هذا السجل معلومات إضافية عن زيارات الأطباء والصيدليات والمستشفيات السابقة. يعني ممكن نحن بالسجل هذا الذي فيه الأسماء الأطباء والصيدليات ممكن نحن نكتب حول هذه الأطباء إيش الأشياء الذي يقوموا بها، إيش الذي يكتبوا للشركة، إيش الأشياء الذي يعملوا فيها، يعني حاجات تفيد الشركة. ممكن كذلك يمكن عشان نتقرب من هؤلاء العملاء أكثر لابد إيه أن نعرف تواريخ ميلادهم، هواياتهم، اهتماماتهم، بحيث إنه إيه مستقبلا نقدم لهم خدمات على حسب هذه الإيه على حسب هذه الهوايات. بعد ذلك نأتي إلى حاجة اسمها الزيارة الفعلية للطبيب. يعني لما نجي نعمل زيارة فعلية للطبيب، هذه الزيارة الفعلية للطبيب تتضمن الأشياء التالية. أول حاجة لما تجي تزور الطبيب قدك عنده في العيادة، لابد عندما تأتي تتحدث تعمل لك أي حاجة اسمها مدخل الرسالة أو الانترودكشن أو مرحلة الافتتاح، افتتاح الزيارة. ومرحلة الافتتاح هذه تعتبر مرحلة مهمة، لأنه ممكن أنت في تلك الفترة ممكن أنه تجعل الطبيب ينتبه لك أو لا ينتبه لك، فيقول أن الدقائق الأولى من الزيارة تعطي انطباعا مهما لدى الطبيب. لذلك فإن الزيارة الناجحة تعتمد على البداية وعلى المدخل الناجح، تمام. والهدف من عمل المدخل هو لجلب انتباه الطبيب وجعله يهتم بالموضوع المراد بحثه. وهناك طرق كثيرة من أجل عمل المدخل للطبيب. قد تكون هذا المدخل عن طريق واحد أو ألف المدخل عن طريق التقديم، الذي تقديم نفسك تيجي تقول له أنا فلان بفلان فلان واسمي كذا وشركتي كذا وإلى آخره. أو ممكن تعمل له مدخل عن طريق المستحضر، على أساس أنك تدخل له تقول له دكتور مثلا عندي دواء ممكن أنه تستخدمه في حالة كذا وميزته كذا ويجيب لك فائدة لدى المريض بكذا. الحاجة الثالث ممكن تدخل له عن طريق تاء الذي المدخل عن طريق المريض، وممكن هنا تقول له دكتور المريض حقك غالبا بيستفيد من العلاج كذا، وانت غالبا معظم المرضى ايش الذي يعني ياتوا اليك ويبحثون عن الفائده، يعني تساله عن طريق المريض تعمل له مدخل. او ثاء المدخل عن طريق المفاجاه، المدخل عن طريق المفاجاه، وهذه نجي يقول له مثلا دكتور في عندنا علاج نسبه فائدته نسبه كذا كذا، وقد حصل على دراسه كذا وحصل على مفاجاه على موافقه من منظمه الاف دي اي او منظمه الصحه العالميه. هذه تسمى ايه المدخل عن طريق المفاجأة، كأن يتم ذكر نسبة حدوث المرض والمفاجأة أو ذكر نتائج دراسة مفاجأة للطبيب. الذي بعده المدخل عن طريق السؤال، مثلا تسأله ما هي الحالات التي تصل لك، ايش تستخدم من أدوية. اللي بعده المدخل عن طريق الإشارة للزيارة السابقة،
وهذه نسميها زيارة المتابعة، بحيث أنك تجي تقول له أنا قد زرتك بكذا، وكيف شفتك، هل في ملاحظات، هل في كذا. طيب هذه بالنسبة للزيارة الذي هي مدخل الزيارة. إذا قلنا زيارة للطبيب تشمل المرحلة الأولى الذي هي مرحلة إيه؟ مرحلة الدخول، أو مرحلة المقدمة، مقدمة الزيارة. في المرحلة الثانية مرحلة هيكل الرسالة. مرحلة هيكل الرسالة أو الموضوع الذي نحن نريد أن نتحدث فيه. قال والهدف منه بناء هيكل الرسالة، أو الهدف من بناء هيكل الرسالة هو لتحويل اهتمام الطبيب إلى رغبة، ويجب على مندوب الطبي اللي يكتفي بالتحدث عن الخصائص. يعني أنت لما تيجي تزور طبيب ما تيجي تقول له دكتور هذا صفته كذا وصفته كذا، لا، تحدث له عن الفوائد. قل له دكتور مثلا أنا معك مريض يعاني من كذا، هذا بيفيده بكذا. لو في معك مريض في عنده كذا، هذا بيعطيه كذا. تجيش تقول له لا هذا هو استخدم لكذا، وليت عمله كذا، وتأثيراته الجانبية كذا. أنت تتحدث هنا عن إيه؟ عن الفيتشرز. أنا مش هيك تتحدث عن فيتشر، أنت تتحدث له عن الإيه، عن البينيفيت، الفوائد، إيش اللي بيجنيها، لأنه درس علم أدوية وداري بالفيتشر حق الأدوية، بس هو يبحث عن إيه، عن البينيفيت. طيب الحاجة الثانية، يجب على المندوب أن يستمع بشكل جيد للاعتراضات. يعني يجب عليك أن تكون مستمعا جيدا ولا تكثر الكلام، لا، خليك مستمع أكثر من إيه، من الكلام. يعني استمع أكثر ما تكلم. أيضا لابد على المندوب أنه قد ربما يواجه اعتراضات، وغالبا هذه الاعتراضات قد تكون على السعر، ممكن تكون عن الأكشن، تمام؟ فهو لابد أنه يحاول أن يأخذ هذه الاعتراضات ويتعامل معها بشكل تجعل الطبيب يعني يقتنع. في هناك أساليب خاطئة. قال من الأساليب الخاطئة والشائعة للرد على الاعتراضات أن يقال للطبيب أنها أول مرة يسمعها. يعني يجي واحد طبيب يقول لك كذا كذا، تقول الله لأول مرة أسمعها أو لأول مرة أشاهدها. لا، هذا مش صح. أنت كذا تستنقص من الطبيب، أو كأنك يعني تستجهله. رقم ثلاثة من الزيارات أو من يعني خطوات الزيارة الذي هي إتمام البيع. إذا عرفنا حاجة اسمها مدخل الزيارة، اثنين هيكل الزيارة أو الرسالة، هيكل الرسالة، ثلاثة إتمام البيع أو الذي نسميها كلوزنج ذا سيلز. قال وهنا هي المرحلة اللي يتم فيها الطلب، يعني عندما تتمم البيع هي مرحلة يتم فيها الطلب من الطبيب بصرف المستحضر. يعني خلاص قد دخلت وعملت له مدخل، ودخلت في هيكل الرسالة، وحدثته عن الدواء وكذا، وبالأخير تلاقيه تتم عملية البيع. يعني هل اقتنع أو لم يقتنع؟ فإذا اقتنع فزيارتك كانت ناجحة واتمام البيع كان جيد، وإذا لم يقتنع فزيارتك لم تكن جيدة، ممكن إنك تعمل عملية إيش، إعادة لهذا. طيب اللي بعده، طيب في حاجة اسمها التقييم ما بعد البيع. التقييم ما بعد البيع يعني أنت بعت للطبيب ونزلت له حقك العلاج، الآن إيه، تجي حاجة اسمها التقييم ما بعد الزيارة والمتابعة. يعني بعد أن أنهيت زيارتك للطبيب وبعت له، إذا هنا إيه، تجي تعمل تقييم أو متابعة، بمعنى أنك تجي الأسبوع القادم أو بعد أسبوعين وتشوف حقك الدواء، هل الدواء تحرك، هل كتب، لم يكتب. هذه تسمى إيه، تقييم ما بعد الزيارة. أيضا لابد أن تدون الأسئلة والطلبات في سجل خاص لكل طبيب أو في التقرير اليومي لكي يتم تحضيرها للزيارة القادمة. يعني مثلا جيت الزيارة الأولى وحصل هناك اعتراضات، حصل هناك طلب معين، اكتبها عشان المرة القادمة تستعد لها. هذه المعلومات التي يتم تدوينها تعتبر أصول معلوماتية تمتلكها الشركة. بالنسبة للمندوب فإن هذه المعلومات تشكل خبرة مكتسبة تصبح إحدى المهارات التي يتمتع بها. طيب تعيين واختيار مندوبي الترويج الطبي. يعني عندما نريد أن نختار مندوب لشركة معينة، على أي أساس نختاره؟ قال يتم اختيار موظفي الترويج الطبي من خلال البحث عن الخصائص التالية. يعني ما هي الخصائص التي نبحث فيها عن مندوب؟ أولا واحد، التخطيط الجيد. على أساس أنه نختار مندوب لابد من خلال المقابلة الشخصية نعرف أنه مخطط جيد. أيضا لابد أن يكون لديه حس عالي بالمسؤولية والتحدي، وهذا كله يتم عن طريق المقابلة الشخصية، القدرة على حل المشاكل،
حب المغامرة والمجازفة، القدرة على بناء علاقات اجتماعية. يعني هذه كلها خواص تجعل الشركات تختار المندوبين. أيضا القدرة على العمل تحت الضغط النفسي، الثقة بالنفس، الرغبة في تحسين وضعه المالي، القدرة على الإقناع. هذه الخواص كلها هي من الأشياء أو من الصفات التي تجعل شركات الأدوية تختار المندوبين طبقا لهذه الخواص. طيب بعد ذلك نأتي إلى حاجة اسمها تدريب مندوبي الترويج الطبي. يعني مندوبي الأدوية هؤلاء أو المندوبين لابد أن احنا نعمل لهم أي تدريب. من الخطأ أنه نترك هؤلاء المندوبين يعني نستقبلهم في الشركات وننزلهم إلى السوق بدون تدريب معين. طيب طيب من ضمن البرامج التدريبية التي تجرى على أو التي يعني نعملها للمندوبين، واحد التعريف بالشركة وبالمستحضرات والأطباء المستهدفين. يعني عندما ندرب المندوبين ندربهم أول شيء نعرفهم بالشركة، نعرفهم بالمستحضرات، ونعمل لهم تدريب حول المستحضرات من كل يعني الأدوية، ندربهم على الأطباء الذين احنا بنقوم نشتغل عليهم، أيضا نعرفهم بالمنافسين وكيف نستخدم النشرات التسويقية بطريقة صحيحة لإتمام الزيارات. هذه كلها طرق تدريب المندوبين. أيضا تستخدم طرق حديثة في تدريب المندوبين كاستخدام أفلام تمثل عملية البيع الناجح. يعني ممكن نحن نقوم نعرض أفلام نسميها أفلام يعني نجيب فيلم يتحدث يكون فيه طبيب ومندوب يعملوا عملية زيارة، وبعدين نعمل عملية تقييم. أو ممكن نحن يعني نختار مندوب من المتدربين كما يعني نعمله كطبيب، مندوب آخر كمندوب، ونخليهم يعملوا عملية زيارة ونحن نقوم يعني نعمل تقييم ونصحح أي خلل. طيب كيف يتم تحفيز مندوبي المبيعات؟ يعني المندوب أنت تشي تحفزه عشان يشتغل أكثر ويعمل أكثر. قال أولا إن مهمة تحفيز مندوبي المبيعات غالبا ما تكون مهمة سهلة الملال، لأن اختيار مندوب الترويج الطبي وتعيينهم كان على أساس أن لديهم رغبة في هذا العمل. يعني أنت لما تجي تحفز مندوب هو أصلا هو ما جاي يشتغل لأنه يرغب في هذا الشيء، لكن شخص ما هو راغب ما يشتغلش مندوب. وعملية تحفيزهم يجب أن ندرك أنهم يمرون أحيانا المندوبين بفترات إحباط، مشاكل شخصية أو حتى مرضية، لذلك يجب تشجيعهم بناء روح الفريق الواحد. من أفضل أساليب التحفيز هي المشاركة، والمشاركة يعني أنه الفوائد لابد أنه نجعل للمندوب نسبة من المبيعات على أساس أنه يتحفز ويشتغل. يعني يكون في معه راتب ونقول له خلاص بيكون في معك نسبة كذا كذا، فهو يتحفز يبيع أكثر عشان يحصل على نسبة فوق الراتب. من أفضل أنواع الحوافز التي ممكن نعملها للمندوب، ممكن نعمل له مزيج، يعني نعمل له عدة حاجات. الراتب نعطي له راتب ونعطي له عمولة أو نسبة كما ذكرنا، وممكن أيضا نعمل لهم ترقية. ترقية يعني كان مندوب الآن قدوا مدير سوق محافظة معينة، بعد ذلك يرجع إلى مدير منطقة مثلا، بعد ذلك ممكن إلى آخره. عملية التحفيز هذه يجب أن تكون فعالة ويجب مراقبتها باستمرار. الحاجات طيب في عندنا هنا الحاجات، ما هي الحاجات التي غالبا يرغب فيها الشخص في عملية البيع؟ هذه طبعا نظرية ماسلو، ما عشان ندخلهاش ولا عشان نتعرف عليها. طيب النقطة اللي بعدها تقييم مندوبي المبيعات. كيف نقيم مندوبي المبيعات؟ يعني في معنا مندوب نشي نعمل له تقييم، هل هذا المندوب تمام ولا مش تمام؟ يتم تقييمهم من خلال واحد التقرير اليومي اللي يكتبه، اسمه تقرير المبيعات. تقرير يومي يكتبه المندوب ويرسله للمشرف او السوبرفايزر او مدير المستحضرات. من خلال تقريره نستطيع ان نقيمه. ممكن نقيمه من خلال التقييم من خلال زيارات، ممكن ينزل المشرف معه ويروح يزوروا مع بعض يشوفوا كيف يطرح وكيف يلقي. ممكن نقيمه من حيث الاداء، من حيث مراقبة أدائه، يعني من خلال العملاء. يعني قد ربما نجي نتصل لواحد عميل طبيب أو صيدلي، كيف المندوب فلان؟ يقول لك تمام مش تمام. هذه تسمى مراقبة الأداء. أو مثلا من حيث عدد الزيارات التي يقوم بها في اليوم. فمثلا إذا زار المندوب عدد كثيرة نقول إن هذا المندوب إيش يعني يشتغل بشكل جيد، مندوب يزور عدد قليل عمله ضعيف. ممكن نقيمه من حيث كيف ينظم وقته، كيفية تنظيم الوقت والجهد بين المناطق التي يتم زيارتها.
فإذا كان المندوب مثلا منظم عمله في منطقة معينة يزور مثلا أكبر عدد، هذا تمام. أما إذا كان مندوب يعمل لي 2 في الحوبان واثنين بالمفرق ماوية واثنين بالقاعدة يشتت وقته، لا هذا مش مندوب جيد. ممكن نقيمه من خلال قياس نسبة المناطق التي يتم زيارتها بشكل منتظم. يعني نقول هذا المندوب والله شغال لأنه شهريا مثلا يروح إلى الدمنة مرتين بالشهر شهريا، ويروح مرتين إلى ماوية هكذا، لكن يروح لي بالثلاثة للشهور مرة. هذا أيضا قياس معرفة مندوب التروج الطبي بالمستحضر والزباين وبالمنافسين. يعني ممكن نقيمه من خلال هل هذا المندوب يعرف المنافسين، يعرف مستحضره بشكل جيد. ممكن نقيمه من خلال المظهر الخارجي حقه، يهتم بمظهره يهتم ذا 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 جيد. ممكن نقيمه من خلال نظرتهم للعمل، هل نظرته لهذا العمل الدعائي إيجابي أو سلبي، يعني هل هو مراضي على هذا العمل أو أنه يقول لك الله مشي حالك، الذي هو نظرة سلبية. أيضا ممكن نقيمهم من خلال التزامهم بأوقات العمل، ممكن تقييمهم من خلال طريقتهم بالتحدث والتعامل مع زملائهم، يعني يتحدثوا بشكل جيد ويحترموا زملائهم، هذا مندوب جيدين. لكن مندوب يتعامل مع زملائه بطريقة فظة وطريقة غير مؤدبة، هذا تقييمه سيء. بعد ذلك نأتي إلى حاجة اسمها بناء روح الفريق الواحد. بناء روح الفريق الواحد، ونقصد بالفريق الواحد هو أنه المندوب والموزع ومدير الشركة يتعاونوا وكأنهم أو يشتغلوا وكأنهم فريق واحد. يعني المندوب يزور الموزع، يقوم بإنزال البضاعة لهذا الصيدلية الذي بجانب الطبيب الذي زاره المندوب. مدير العمل يروح ويعمل عملية تقييم، كلهم هدفهم واحد. أما واحد يشتغل شرق واحد يشتغل غرب، هذا يعتبر ليس هناك بناء روح فريق واحد. فوائد العمل كفريق واحد. بفوائد العمل كفريق واحد، أول حاجة انتماء أعضاء الفريق لتحقيق الأهداف المشتركة، وذلك لأن اختيار الأهداف يتم عن طريق المشاركة بإبداء الرأي. أيضا من فوائد العمل كفريق واحد، الموظف والمدراء يلتزمون معا بدعم بعضهم بعضا لتحقيق الأهداف. أيضا الاتصال يكون أفضل داخل فريق العمل، الاتصال يكون أفضل داخل فريق العمل، وهذا ينعكس يعني بشكل أفضل. يعني هناك تواصل بين الموزع والمندوب والمدير، بينهم بين، يعني العمل مكتمل، مش واحد يعمل حاجة وهذاك يعمل حاجة ثاني، والله وكل واحد يتكلم بهيجة. اللي بعده حل المشاكل يكون أكثر فعالية. قال لك لو في مشكلة الكل يشارك، المندوب والموزع والمدير يشاركوا فيها ويعملوا حل واحد، ليس كل واحد يعمل حل، واحد يقول كذا وهذاك يقول كذا، يلا وضيعوا العمل. أيضا الحصول على المعلومات وتبادلها يكون أسهل في حالة العمل كفريق. يعني لو حصلت مشكلة للمندوب، ممكن نقوم نقبل نبلغ الموزع نبلغ المدير، وتكون هنا المشكلة قد استطعنا أن احنا نحلها بشكل أسهل. أيضا المعلومات الواردة عن طريق التغذية العكسية تكون أشمل، وبالتالي تعمل الفائدة على جميع أفراد الفريق. كذا نكون قد أكملنا الجزء الثاني من محاضرة الذي هو المندوب الدعائي أو العمل الدعائي أو الترويج الدعائي للمستحضرات الطبية. والسلام عليكم ورحمة الله.